قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض وانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وقال سبحانه مقررا شهادة التوحيد: لا إله إلا الله، ولا تدعوا مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هذا.